دعنا نرتب الأمور حتى يدركها المشاهد أو نبسطها. إذن علينا إذا ما أردنا أن نذهب إلى دولة الإسلام أيا كان شكل هذه الدولة أن نسير في التدرج الذي وضعه الدين، حفظ الدين ثم حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل وحفظ المال، ولكن هذا لا يعني عدم الاشتباك مع كل هؤلاء، ولكن صحيح. الاشتباك بالأولويات لأننا لسنا في دولة صفر إسلام، ولكننا أمة موجودة تحتاج إلى دولة. صحيح. هذه الدولة يجب أن تكون في شكل الخلافة أم الدولة الوطنية أو الدولة القومية المعاصرة من الممكن أن تكون بديلا بشكل أو بآخر؟ أي شكل يحقق قيم الإسلام ودين الإسلام ووحدة المسلمين ويصون هذه الضرورات فهو شكل مقبول، حتى ولو لم يكن خلافة بالمعنى ولكن الخلافة وخليفة. ولكن لا تقوم أمة الإسلام، وقلنا هذا الكلام في الحلقة الماضية، إلا إذا كان لها اجتماعان، قلنا في المرة اللي فاتت وحدة مجتمعية ووحدة جهادية قتالية. فحتى وإن أقيمت أوطان مختلفة للمسلمين ودول مختلفة للمسلمين، لكن لابد أن يكون هناك لون من التنسيق بينهم، ودي فريضة ليحققوا قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فتقام بينهم وحدة مجتمعية ويحققوا قول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فيحققوا وحدة جهادية قتالية. فأيا كان شكل الدولة هذا لا ما يهمناش، لكن يهمنا ان احنا نحقق الاثنين دول. ولكن